السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى لو عندي بطاطسايه ومزايا هنعمل بيهم ايه؟ هما الاثنين هنعمل بيهم وصفه جامده جدا مختلفه، اول مره تتعمل فعلا. انتوا عارفين طبعا ابتكاراتي في موضوع الموز والبطاطس والجو ده، المره دي بقى هنعملهم ميكس كده الاثنين مع بعض، وصفه مختلفه وجميله جدا. يلا بينا بقى نبدا وصفتنا ونقول بسم الله. بس قبل ما نبدا الوصفه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نقول بس هي كده. بصي اعمليها رفيعه على قد ما تقدري، هي حتى لو فيها حاجه بسيطه جدا خليها كلها رفيعه، ما تخليهاش تخينه. رفعي بصي على قد ما تقدري، خليها بصي شايفه كده عامله ازاي. ده كده يعني ده كده ايه الحاجه اللي احنا عايزين نمشي عليها، او يعني نفس السمك ده اللي احنا عايزين نمشي عليه. شايفين ازاي اهي رفيعه جدا كده، احنا عايزينها كلها كده. هقطع بقى الكميه كلها بنفس الشكل، نرجع بقى تاني مع بعض ونشوف هنكملها ازاي. انا كده خلصت البطاطس كلها وبقت معايا بالشكل ده، شايفين بقى كلها عامله ازاي رفيعه جدا كلها، يعني بصوا ما اقولكوش. هنبدا بقى دلوقتي نعمل ايه؟ يلا بينا بقى ندخل على النار ونشوف هنعمل فيها ايه. عندي بقى كده الزيت حطاه على النار، بصوا عامل ازاي. هبدا بقى انزل بالبطاطس بتاعتي كده بسم الله. وهديها برضو تقليبه كده كويسه وهكمل باقي البطاطس واقلب اهو. هعملهم على مرتين بقى عشان خاطر اهو هما الباقي دول الشويه الباقيين، بس هعملهم على مرتين عشان خاطر الزيت بتاعي ما يبردش بسرعه وايه وما تطلعش معايا كريسبي. انا عايزاها تبقى كريسبي. هخليها بقى تتقلى، وبعد ما تتقلى كده وتبقى كويسه ابقى اوريها لكم. اهو كده وصلت معايا البطاطس للمرحله دي. هبدا بقى ايه ان انا اخد بالي منها عشان انا عايزاها تتحمر. ممكن بقى ايه ان انا احطها يعني اطلعها كده وارجعها تاني مره تانيه، ممكن ان انا اسيبها كده وايه واطلعها بالشكل ده. انا هسيبها بس تتحمص معايا شويه كمان، عايزاها كلها تكون كريسبي بالشكل ده اهو. شايفين كده عملت ازاي؟ هبدا بقى ان انا اطلعها. خلاص كده وصلت كده للون اللي انا عايزاه، هبدا بقى اطلعها بسم الله. بطلعها عندي على مناديل ورق، وانتي بتطلعيها طبعا هتوطي النار على الاخر. اهو كده هبدا ان انا اطلعها بالشكل ده اهو، الاثنين كده ايه مع بعض. شايفه ان دي افضل يعني واحنا بنطلع بيها اهي، هعرف اصفي بيها كمان كويس اهي كده. هتلم معايا الكميه كلها من غير ايه مهدر منها حاجه اهو كده بسم الله. انتي طبعا طلعي باي حاجه انتي حابه تطلعي بيها، المهم ان هي توصل معاكي للون ده في الاخر. هلمها بس كده كل اللي في الطاسه بالشكل ده. اهي كده عندي بقى ايه. بصوا انا عاملاها على منديل اهي، هبدا ان انا افردها كده كويس عشان ايه ما تترش مني، تفضل ناشفه ومقرمشه. هحط بقى باقي الكميه، حطيته معايا بالشكل ده. هبدا بقى اسيبه ان هو برده يبقى نفس البطاطس الثانيه بنفس الدرجه ونفس القرمشه بتاعتها اهو. شايفين بقى بيغلي كده ازاي؟ هو ده بقى اللي انا عايزاه من البطاطس لما اجي احطها في الزيت عشان تقرمش معايا، لازم تبقى كده وكده تقلمش بقى وتستوي وتديكي لون جميل جدا. عندي كده البطاطس فردتها على منديل معايا بالشكل ده، وهصفي منها بقى الزيت. شايفين بقى عملت كمية زيت قد ايه؟ شايفين بقى المنديل بقى غرقان ازاي زيت. هبدأ بقى ايه ان انا اخليها كده ايه اسيبها برضو لحد ما تنشف خالص وتبقى مقرمشة جدا. هجيب بقى عندي هنا حوالي معلقتين كده من النشا، هنزل عليهم بشوية مية صغيرين جدا وهديها تقليبه كده كويسه.
عندي كده النشا بعد ما قلبت بعد ما قلبتها معايا كويس، هجيب بيضه وانزل بيها اهي كده واضربها معاها. بسم الله. شايفين بقى عامله ازاي؟ هفك البيضه كويس جدا. من غير بقى ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. ممكن بقى نضيف ايه رشه بسيطه من القرفه، لان القرفه هي اللي بتشتغل معايا في الحلو والحادق. عندي كده حوالي ربع معلقه ولا حاجه من القرفه، مش كتير، كميه بسيطه جدا. نوديها تقليبه تاني كده. بسم الله. اهو كده القوام كده معايا خفيف. هبدا بقى ان انا اتقله. هجيب نشا هنزل بيها برده تاني، احط حوالي معلقه كمان من النشا، امسك بيها اربط بيها العجينه دي اهي كده. معلش بقى يا جماعه الدوشه، والله الواحد اصلا مش عارف يركز من الدوشه دي. بصوا كده بسم الله، هديها تقليبه كويسه جدا. شايفين بقت عامله معايا ازاي؟ هنبدا بقى دلوقتي ننقع الموز فيها. عندي الموز انا صفيته وبقى معايا بالشكل ده. هبدا بقى ان انا انزل بيها كده اهي كلها مع الموز اهو كده، انزل بكميه الموز كامله. هديها كده ايه تقليبه كلهم مع بعض اهي كده، ونيجي بقى على النار ونشوف هنعمل ايه. اهو كده انا طلعت الكميه الثانيه من البطاطس. هبدا بقى اعمل ايه، امسك الموز كده بعد ما حطيته في النشا والبيض، هبدا بقى ان انا انزل بيه كده. بسم الله اهو في الزيت عندي بالشكل ده. طبعا لو الزيت بتاعك غويط اكتر من كده هيكون افضل طبعا اهو. يعني الوصفة دي ممكن تعملوها حلو وممكن تعملوها حادق. اهو كده تبقى معايا بالشكل ده. هحمرها بقى، خليها تحمر كويس من ناحيتين. اهو كده ببدأ ان انا اقلبها، تقلب معايا بالشكل ده اهو. بصوا لو تلاحظوا هي الاكله دي صيني او ياباني، مش مصري، بس ايه يعني اما باجي اقلبها بالمعلقه الصيني بتقلب معايا احسن ما تيجي تقلبيها بحاجه كده بالمعلقه العاديه، وفي نفس الوقت ما بتاثرش على الطاسه بتاعتي اهو. هقلبها كده وارجع اقلبها تاني الناحيه التانية، وبعد ما نقلبها على الناحيه التانية هوريها لكم وتشوفوا بقى هنعملها ازاي. هي طبعا لسه ليها تكمله اهي كده. هتقلبيها طبعا كل شويه من هنا من الناحيه دي للناحيه الثانيه لحد ما نشوف شكلها هيكون عامل ازاي. عندي كده بقى دلوقتي الموز بتاعي اهو، طلعته على المنديل عشان ينشف. هبدا بقى اجيب طبق كده صغير واعمل فيه ايه بقى. هجيب كاتشب اهو كده، وهبدا بقى امسك الموزايه احطها في الكاتشب اهي، بقت بالشكل ده كده معايا. وهبدا اجيب ايه بقى البطاطس اللي انا ايه عملتها، وابدا بقى ايه اخليها تشرب تاخد من الكاتشب كده كله اللي معايا، هيبقى معايا بالشكل ده اهو. بصوا بقى كده شكلها بقى عامل ازاي. هبدا بقى ان انا اكمل باقي الكميه ونشوف هنعملها ازاي. اهي كده دي شكلها اول واحده بعد ما طلعت معايا. هبدا بقى ايه امسك واحده تانية كده اهي، واحطها برده في صلصه الكاتشب دي، واطلعها احطها هنا في البطاطس كده كويس اهي. وبعد كده هبدا ان انا ايه اطلعها. بصوا بقى بقت عامله معايا ازاي اهي. هبدا بقى احطها معايا بالشكل ده هنا اهي كده. هكمل بقى الثالثه بنفس الشكل اهي كده وكده. ما اقولكوش بقى شكل الموز اصلا من جوه طري، ومن بره بقى تلاقيه مقرمش كده وجميل. لو انت حابه تعمليه حلو ممكن بقى ايه بدل الكاتشب، دي يعني ايه تجربه كده للموز الحادق، لو انت حابه تعمليه حلو ممكن بقى بدل الكاتشب تحطي صوص شوكولاته مثلا، هتبقى جميله جدا اهي كده واهي. شايفين بقى شكله عامل ازاي.
ممكن بقى لو انت مش حابه تعمليه اصلا بالبطاطس دي، حابه تعمليه بحاجه تانية، تعالى اقول لكم نعمل ازاي. عندي كده شيبسي، هبدا امسك كده ايه شيبسي بطعم الجبنه، هيبقى الموز بتاعي طعمه جبنه. هبدا بقى اكسره كده اهو، اكسره كويس جدا. بعد ما كسرته بقى معايا بالشكل ده اهو، هبدا بقى اعمل ايه اهو بقى كده بالشكل ده. هبدا اجيب الموز بتاعي وانزل بيه كده في الكاتشب اهو، واروح نازله بيه في الشيبسي اهي كده. اهو شايفين بقى شكله كده عامل ازاي، هحطه برضو معاهم اهو. شايفين بقى شكله كده عامل ازاي اهو كده بقى، شايفين شكل الطبق بتاعنا بعد ما عملناه بقى شكله عامل ازاي. ممكن بقى نحط له ايه شويه صوصات مثلا، ممكن نحط له نجيب كاتشب كده وننزل عليه بالكاتشب بالشكل ده اهو، يبقى معانا كده. ممكن نجيب مستارده ونحطها عليه، طبعا الكاتشب والمستارده في اي اكله ما اقولكوش بيبقى طعمه جميل ازاي. احط مايونيز ولا ايه؟ معلش يا جماعه، لا المستارده بتبقى تقيله قوي في الاكل بصراحه، لكن المايونيز بيبقى طعمه جميل. المايونيز والكاتشب بينطوا اي اكله اهو. يا رب بقى يعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه. لو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.